الحمد لله على سلامتكم اولادي. كيدا السفر؟ كلشي مزيان الحمد لله. خدمات متنوعة، نظافة وراحة مع ساتيان بريميوم، راحتكم هي الاولى. ساتيان، السفر على حق وطريقه. الوغ كيف جاتني الفكره، كيف ما بزاف ديال الناس كلنا المغاربه شفنا مؤخرا المعاناه اللي كيعيشوها النازحين السوريين، شفنا الموت ديال الطفل اللي مات اللي اثر فينا كاملين، وكنظن بزاف ديال المغاربه ولي منهم انا كانوا كيقولوا يا ريت كون نقدروا نعاونوهم بشي حاجه. شفنا بزاف ديال الدول الاوروبيه دخلت بزاف ديال النازحين السوريين ملايين، دونك جو بونس هذا اقل واجب نقدر نديرو. شي حاجه اللي قدرت عليها نديرها، واقل واجب كمغربيه كانسانه نقدر نديرو في حق هاد الناس. دونك انا مشيت لبنان كان عندي شغل تما، وقلت ما يمكنش ما نشوفش هاد النازحين. كنت باغا نمشي نشوف الملاجئ السورية اللي فيها الناس السوريين، مي كان شوية صعيب لأنه أنا فرد ماشي مؤسسة ولا جمعية ولا عندي دعم من الناس ولا كان جمع تبرعات. فدرت الشيء اللي قدرت عليه، قمت بزيارات لبعض العائلات السورية ومن بينهم عائلة مها اللي عندها سنة وشهرين من ريف حلب، ولي تعلقت بها بزاف كيف شفتها. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.